النهارده انطلاقه يعني كنا نتمناها بالتاكيد افضل للاسماعيلي، وان كان زيد تفوق بكل بالنتيجه تحديدا يعني بهدف دون رد. حاول الاسماعيلي وايضا حاول زيد انه يزود الاهداف. في المجمل يعني الاسماعيلي خسر اول مباراه كثالث موسم على التوالي، بيبدا الاسماعيلي الموسم بخساره. نقول انها مباراه اولى، ونقول انها تشكيله لسه جديده فيها مجموعه من الشباب، في لعيبه كتيره رحلت. الاسماعيلي عشان حضراتكم تتذكروا ما دخلش سوق الانتقالات الصيفيه لايقاف القيد، وعنده جهاز فني محترم بقياده الكابتن ايهاب جلال وجهازه المعاون. ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل وليه الاسماعيلي خسر النهارده مع الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بالنادي الاسماعيلي؟ يا كابتن حمد مساء الخير. مساء الفل يا كيمو، ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ وحشنا كريم، ربنا اكيد اكيد بدايه اكيد بدايه ما كنتوش تتمنوها. اكيد طبعا، هو يعني انا بقول الحمد لله رب العالمين، لكن يعني بدايه مباراه ما كانتش البدايه بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. الحمد لله الشوط الثاني كان شوط مميز جدا، اللعيبه ادت بشكل كبير جدا، يعني عملنا عدد من الفرص واستحواذ بشكل كويس، وضرب جزاء ضيعها، لكن الحمد لله رب العالمين. انا بقول الحمد لله ان البدايه يعني جت في الاول كده، اللخبطه الاولانيه اللي هو الشوط الاول دوت، ان شاء الله ما يتكررش تاني، وان شاء الله نحاول نعمل نتائج ايجابيه باذن الله الفتره اللي كريم ان شاء الله. طيب كابتن حمد، في نقطه فنيه، عشان انا بفرج على المباراه النهارده وكاني مشجع الاسماعيلي اتعصبت جدا. عاده الكابتن ايهاب جلال وانتوا بتشتغلوا بفكره البنى اللي من تحت من عند حارس المرمى والمدافعين، بس ليه الحارس او اللاعبين ما يبعدوش الكوره بعيد لو في ضغط؟ يعني هل حضراتكم بتقولوا لهم لو في ضغط ما تبعدش الكوره برضه، ولا يعني السؤال ده دايما بقعد اساله؟ بص يا كريم، هو البنى ده له كذا شكل عندنا. ايوه، البيلد اب اصلا مرتبط بالكوره، احنا بنتكلم حتى مع اللعيبه ان انت ممكن البيلد اب نفسه ممكن لمسه او اتنين توصل بيهم للمرمى الثاني. مظبوط، زي ما بيحصل في اوروبا. صح طبعا، خروج الكره احنا ما بنخرجش الكره يا كريم عشان نستمتع بيها، احنا بنخرج الكره عشان تعمل هجمه منظمه تقدر تشتغل بيها الهدف. مظبوط، لكن بيحصل بعض المواقف طبعا، يعني انا بقول غلطه بتحصل زي كل يعني اللعيبه العالم كلها بتحصل الكلام دوت، لكن مهم ان انت تتدارك الكلام دوت، ما يحصلش منك الكلام ده بعد كده. صحيح، لان في مناطق المفروض ما فيهاش مجسم بشكل كبير جدا. صحيح، وده اللي طول الاسبوع احنا بنشتغل عليه. صحيح، لكن هي بتحصل يا كريم، ما فيهاش مشكله. لكن في الاول وفي الاخر انا بس اللي هو اللي كان مخلي الواحد شويه فيها سنة حزن، لما يبقى عندك عدد لعيب كبير جدا في الشوط الاول يعني مش في الحالة الطبيعية بتاعتهم. مظبوط، الشوط الثاني لما كابتن ايهاب تدخل وعملنا اربع تغييرات طبعا يعني الحمد لله عاد الاتزان شوية للعيبة، وبداوا نمسك نص الملعب، بدانا نعمل حتى يعني حتى عدد الفرص اللي احنا بنشتغل بيها لقدام كان اكتر شويه، وده برضو من الحاجات اللي تريحك شويه. انا بقول الحمد لله رب العالمين، ده دي لعيبتك ودي اللي هم الموجودين معاك، وما عندكش فرصه تاني. الفرصه الوحيده ان احنا نفضل نشتغل ونعلم الناس ديت عشان نوصل للحاله اللي احنا عايزينها. صحيح، الحمد لله رب العالمين انها حصلت اللخبطه في اول مباراه كريم. ان شاء الله نقدر نعوض ونحاول ننفذ الكلام ده في المباريات اللي جايه. صحيح، ويبقى الامور تبقى بشكل احسن ان شاء الله. صحيح، وتيجي بقى تعمل نتائج المرضيه للمجلس الاداره وجماهير الاسماعيليه، طبعا دي حاجه مهمه لينا. صحيح، ولينا احنا شخصيا طبعا. صحيح، كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى لك كل التوفيق الفتره اللي جايه.